السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا اليوم غادي ندير لكم واحد الزواقة، هي سهلة ماشي شي حاجة صعيبة. بداية معكم خياط البهجة، غير بنزنزل هنا الطرف الأول، الطرف الثاني هو هذا، يعني الأمام والخلف غنخدمها غير بالمزنزل هذا. على اي، ولكن هي تتبان خاويه في الاخر، كنبتوها كندير واحد نبات عشوائي وكتطلع شي حاجه، يعني حاجه زوينه. غادي نبداو ان شاء الله. ده بالنسبه للدرس ديال القب، هذه هي الجلابه ديالو اللي درنا فيه قب مفتوح. بعد ما لصقت الفيزلين، درت الفيزلين هنا باش يجيني شويه الثوب واقف وطراسيتو، اذا الزواق راه حنا كنطراسيو باش كنمشيو مع الزواقه ديالنا، كنديرو الرشمه تماما بحال الطرز وبحال الزواق باليد. دابا هاد الزواقه ممكن نخدمها باليد، ممكن نخدمها بالماكينه، الرشمه نفس الرشمه وكنمشي معاها. بالمناسبة تحية للزوايقية ديالنا فيما كانوا، الناس ديال كاطرفيل والناس ديال الزواق بليد، الصناع والمعلمية ديال الزواق يعني بشتى أنواعه، وكذلك الطرازات اللي تاهما تيدير واحد المجهود كبير أنهم يعني يديروا واحد الرشمة ويحاولوا يطبقوها. فهاد الأمر هذا ماشي سهل. وبالنسبة لهاد الزواق، يعني الطريقة ديال يعني الزواق بالماكينة هو هو راه كنعلمو عن يعني من ضمن يعني الامور اللي تنعلموها في المدرسه ديالنا عن طريق واتساب والفيسبوك، مدرسه خياطه البهجه للتعليم عن بعد، كيفاش تعلم نزوق بالماكينه سهل ممتنع، شي حاجه اللي هي سهله ولكن تتبغي تتبغي يعني التقنيات، كيفاش كنرودي الماكينة ديالي انها ترجع تخدم ليا الزواق، كيفاش كنتحكم في الماكينة، كيفاش كنتعلم انني نرشم او نرسم او نتراسي، كاع هاد الامور هادي بين الاسرار اللي تنعطوكم جمنا الدروس ديالنا، ولكن عنده يعني تعليم ديالو خاص، يعني التعليم ديال الزواق خاص، اغلبيه كيديروا الصناع، هو ما فيش ما كنطولوش فيه ولكن كنستافدوا منه بزاف، يعني التعليم ديالو ما كنطولوش فيه، ممكن اقل من شهر اننا نتعلموا ليه، اقل من شهر اننا نتعلموا نديروا الزواق ديال الكاترفيل بالماكينه العاديه وباتقان وباحتراف، فقط خصنا نتعلموا بعض الاسرار وبعض التقنيات
وهذا هما اللي تنعطيو الاخوان ديالنا والاخوات ديالنا اللي تي عندهم اقبال على هذا وعندهم رغبه في التعليم. الزواق والماكينه جمنا مدرسة خيات الهجاية التعليم عن بعد. ما عليكم إلا تواصلوا معنا عن طريق الواتساب أو الاتصال مباشرة عبر الهاتف، الرقم دائما كنلقاوه في التقديم ديال الفيديو أو كنراجعوا بعض الفيديوهات على في القناة، وغادي نلقاو الرقم ديال التليفون اللي هو 06 93 51 72 03. ما تنساوش تابوناو في القناة ديالنا وتبارطاجيوها، بارطاجيو هذا الفيديو باش يوصل الى ابعد حدود. اذا هنا هذه بالنسبة للجهة الاولى، باقي غنديرو ليها ان شاء الله التنبات، في واحد النوع ديال التنبات اللي هو شبه عشوائي وخفيف و فيها داك الموزون. انا غادي نوريكم كاع يعني الحجر باش غادي يتنبت والجهر. بالنسبه للجهر هو هذا ديال الخيط، هذا الجهر العادي ديال الزمرد، وهذا الموزون، واحد النوع ديال الموزون يعني على شكل ديال الارضي، يعني تعطي الالوان، فملي كتحطو في اللون تعطيك نفس اللون اللي نتا حطو فيه. ان شاء الله غادي تعجبكم. الزواقه ديالنا كيفاش تراسيناها،
دان انتما كتشوفوا الزواقه ديالنا كطلعات. نتمنى ان شاء الله يعجبكم الفيديو، ما تنساوش بارطاجيو ابوناو شاركوا القناه ديالنا على وسع نطاق من اجل التشجيع. تحيه خالصه من اخ لكم لا يرغب لكم الا السعاده والاطمئنان، اخوكم خيات البهجه او عبد اللطيف الرادي الملقب او المعروف في الاوساط الحرفيه بخيات البهجه، رئيس تعاونيه البهجه للازياء، نائب المنسق العام في الرابطة الوطنية لحرفية الصناعة التقليدية. وتحية بالمناسبة جميع المرابطين والمرابطات الصناع التقليديين والحرفيين في ربوع المملكة المغربية، وخاصة في جهات بن ملا الخنيفرة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.